في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير عليكم جميعا. قالت لي الأرض لما سألت: يا أم، هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يثم ميت الزهر. صباح الإرادة وصباح الحياة لكم مشاهدينا في كل مكان. لوحة صباحية جديدة تجمعنا، نتمناها دائما بكل خطوط وألوان الجمال والإبداع والأمل والتفاؤل. نتمناه دائما السبت بداية إيجابية ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. وكعادتنا في صباح الشروق نفتح أبواب الصباح على كل مساحات النبض الصباحي، ونحتفي بالسودان وإرثه الثقافي ومساحاته الجغرافية المختلفة، نفتح عليها أبواب الصباح. صباح الخير عليكم جميعا. لكم التحايا كل مشاهدي صباح الشروق، ودائما من خلال صباح الشروق هي مساحات للنبض الصباحي والأحداث المختلفة في كل ولايات السودان، نعكس من خلالها الأحداث للصباح وننقل الأخبار الثقافية الاقتصادية السياسية والاجتماعية وكل مساحات نبضنا الصباحي، ونفتح أبواب الصباح على كل المداخل التي تهم أحاديث الصباح في حكاية صباحية نتشاركها، وتشارك قهوة الصباح معكم نتمناها دائما بطعم الأمل. لكم التحايا مشاهدينا، ودائما من خلال مساحاتنا الصباحية كما ذكرنا هو نبض صباحي لمختلف الأحداث، نحاول أن ننقل هذا النبض للأحداث المختلفة. بعد غد الاثنين بإذن الله يحتفي السودان المنظمة القومية للوقت تحتفي باليوم الوطني للوقت، فسعداء اليوم أن نتحدث في هذا الجانب عن الوقت. وقد قال الحسن البصري: أن يا ابن آدم أنك أيام، إذا مضى يومك فقد مضى بعضك، فكيف يمكن أن ندير هذه الأيام وكيف يمكن أن ندير الحياة؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا اليوم مع الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي، مدير العلاقات العامة المنظمة القومية لإدارة الوقت. مرحبا بك وصباحك خير. مرحبا لك، التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله المشاهدون الكرام، والتحية لكل السودانيين في كل مكان، وللذين يحترمون الوقت والذين يلتزمون به والذين يديرونه بالشكل الأفضل. لكم التحية وصباح الشروق، نشكركم على هذه الاستضافة. ولكم التحايا، وكل عام وانتم بخير. ونحن نحتفي باليوم العالمي او اليوم الوطني للوقت، وهي يعني احاديث نحتاجها في حياتنا اليوميه بالتاكيد. فبدايه نتعرف على المنظمه القوميه لحمايه الوقت. ايوه، المنظمه القوميه لاحترام الوقت هي منظمه وطنيه ثقافيه اقتصاديه مستقله، هدفها هو نشر ثقافة احترام تنظيم وتعظيم واستثمار وإدارة الوقت. رؤيتها الوقت ثروة اقتصادية قومية نادرة، ورسالتها الوقت للإنتاج للعمل للإنجاز، وبالإنتاج وبالإنجاز نستطيع أن نبني هذا الوطن ونصنع المعجزات من خلال إدارتنا لهذا الوقت. وشعار هذه المنظمة: الوقت هو الحياة. صحيح، هو الوقت هو الحياة، يمكن هو عبارة ننطلق منها في حديثنا عن أثر إدارة الوقت على الفرد وعلى المجتمع، وكيف يمكن من قبلكم في المنظمة أن تقدموا جوانب ثقافية في هذا الجانب، أهمية إدارة الوقت للفرد وللمجتمع. أهمية إدارة الوقت بالنسبة هو طبعا نجاح إدارة الوقت بالنسبة للفرد هو بالتأكيد حينعكس سواء كان على المجتمع في شكل أسرة، في شكل مجتمع العائلة، وعلى مستوى الدولة أيضا تستفيد من إدارة هذا الوقت. ولو سألنا كل الذين حققوا نجاحات على مستوياتهم الشخصية أو على مستوياتهم العامة، تدرك تماما أهمية توظيفهم لإدارة وقتهم.
الوقت هو الحقيقة الوحيدة التي يملكها الإنسان، الإنسان الفقير والغني، الفاشل والناجح، الضعيف والقوي، كل هؤلاء يتفقون أنهم يمتلكون وقت اللي هو 24 ساعة في اليوم. كيف تدير هذه ال 24 ساعة بالشكل الذي يحقق لك التوازن، الذي يحقق لك الإيجابية في التعامل مع الحياة؟ فأهمية احترام الوقت ينعكس إيجابا في كيفية تحقيق استقرار ذاتي وكيفية تحقيق أهدافك اللي أنت خططتها لحياتك. هي طبعا احنا في موضوع إدارة الوقت ده قد تكون هي في وسمة كده أو وصمة بقت مرتبطة بالسودانيين، فخلينا بداية قبل ما نتحدث عن الموضوع، هل حقا نحن غير قادرين على إدارة أوقاتنا؟ وكيف يمكن أن نقدم هذه الجرعات التثقيفية إذا كان في إطار التربية أو إدارة المدارس في التعليم وغيرها للاهتمام والتثقيف في جانب إدارة الوقت؟ هو فعلا كلامك صحيح تماما، اللي هو دي بتجي في إطار المعتقدات بالنسبة للوقت والالتفات له، وكيف نحن نقدر ننظم. السودانيين حقيقة اشتهروا بصفات طيبة كثيرة جدا، اشتهروا بالكرم بالشجاعة بالنجدة بالمروءة، ونحن معروفين يعني في العالم كلنا بأننا شعب متكاتف متضامن، ودي كلها صفات نبيلة وجميلة، لكن برضو عرفنا نحن شعب كسول وشعب ما بيهتم بإدارة أو بتنظيم وقته، وده يمكن يرجع لعدد من العوامل، يعني منها مرات تربيتنا، تربية ذاته في البيت، الأب والأم ما بيعطوا الطفل يعني الجداول او البرامج اللي بتنظم له وقته، وقت القرايه، وقت اللعب، وقت النوم، وقت تقابل اصدقائك، منذ فتره الرياضه الاطفال وفتره المدرسه والى اخره. فكل ما الطفل نشا على احترام وتنظيم وقته، كل ما نما بهذا الشعور يعني وترعرع معه ومارسه بعد ذلك في حياته اليوميه. الامر الثاني، نحن شعب ما بيقدر يقول لا، يعني انت بتكون شغال في شغل مهم وكده، يضرب لك زول من اصحابك يقول لك يا اخي تعال اتعشى معي او تعال اتغدى معي، او يجيك في البيت يقول لك انا معي مشوار، فانت بتكون اصلا عندك مهام خططت لها من الصباح بترتبها، فما بتقدر تقول له لا. فدي برضه من العادات السلبيه. العادات ايضا السلبيه اللي هي الصوره الذهنيه عندنا للوقت، يعني يقول لك يا اخي انت مستعجل مالك؟ ما الوقت قاعد انت كده، يعني انت مالك ضايق. فلازم نحن يكون عندنا قناعات بانه 24 ساعه اللي هي 1445 دقيقه دي لابد انك انت تكتبها. من نحن ما المفروض نخطط يوم بيوم كمان، نحن المفروض نخطط باليوم بالاسبوع بالسنه، لانه انا عندي اهداف ذاتيه، اهداف اوليه واهداف متاخره، اهداف بتتعلق بممارستي في اداء واجبات اجتماعيه، اداء يعني مهام وظيفيه دائره اقوم بها. نحن حتى في العمل 8 ساعات المفروض نحن نقضيها في العمل، ممكن نكون اشتغلنا فيها ساعتين، يعني بالضبط. باقي الساعات لما مهدر كده، فدي جزء من العوامل اللي بتخلينا نحن ما نحترم الوقت وبالتالي ما نستطيع ان نوظفه في ادارته بالشكل الملائم. صح، ويمكن نحن يعني في حديثنا دائما عن الصفات المطلقه دي، نحن ما بنقول انه الشعب السوداني هو يعني هي وصمة لكل الشعب السوداني، ونحن ضد الصفات المطلقة، وبالتأكيد هناك الكثيرين قادرين إنهم يديروا أوقاتهم بشكل وقدروا يكونوا ناجحين لأنهم هم مديرين لأوقاتهم بشكل صحيح. في جانب ذكرته، جانب الخطة، نحن يعني قد نخطط لكن الخطط في زحمة الأشياء زي ما ذكرت، فراغك إذا لم تملأه فسيملأه غيرك، يعني مجموعة من الناس بيملوا فراغاتنا، فخلينا برضو نتكلم في جانب ده انه هنا كيف نخطط. يعني كثير من الناس بتكون عندهم اهداف، بتكون عندهم خطط لكن هي ما مكتوبه مثلا، فكيف هو ذاته طريقه التخطيط؟ ايوه، التخطيط هو مرتكز على الاهداف. كل ما كانت اهدافك واضحه انت بتخطط عشان تصل ليها. يعني انت لو ما عندك هدف طبعا دي مشكله كبيره جدا، لان انت في النهايه تخطيطك هيكون مفتوح، لكن لما يكون هدفك واضح ومحدد وبالتالي تخطيطك هيكون واضح ومحدد. عايز تحقق مثلا مشروع زراعي مثلا، عايز والله هذه الارض الكبيره دي الالفي فداني عايز تزرع محصول محدد، لابد انك انت تجيب ورقه وقلم وتكتب كيف تستطيع انك تحقق نجاح لهذا المحصول، بالتقاوى، بالتوقيت المناسب، بالاليات والمعدات، بالاجهزه، كيف حتتصل بالعمال وهكذا. فعمليه الكتابه دي عمليه مهمه جدا في ممارسه تحقيق اهدافك من خلال تحديد الرؤيه بتاعتك اللي انت بتزعل عليها. انا احكي قصه صغيره عن عندنا رئيس المنظمه العميد حسن عثمان ابراهيم،
ده كان في زيارة لأثيوبيا، زيارة خاصة، وهناك التقى بمستثمر أجنبي وتبادلوا الحديث وكده. فقال لي تجابك أثيوبيا شنو؟ قال لي والله لقيت فرص استثمار، يعني جاي يستثمر أموالي في هذه الأرض يعني وهذه الجارة. فقام قال لي طيب ما تيجي السودان، السودان فيه فرص كبيرة زراعية وصناعية ومعدنية وإلى آخره يعني وسياحية ممكن تستغل يعني. قال لي والله يا أخي أنا حقيقة جيت السودان قبل كده بدعوة من مسؤول سابق يعني في فترة سابقة، وعندما حضرت للسودان ذلك المدول استقبلني استقبال جيد جدا وأكرمني، واتفقنا أنه ثاني يوم نلتقي الساعة 11 في مكتبه للبحث العملية بتاعت الاستثمار يعني تفاصيل وكذا. وأنا جيت في مواعيدي المحددة الساعة 11، وللأسف المسؤول ده ما جاء في مواعيده المحددة. وطوالي أخذ انطباع بأنه طبعا دي بداية غير موفقة هذا المستثمر الأجنبي، وبالتالي غادر السودان. ده خلى الرئيس المنظم الحالي ده اللي هو العميد حسن ديا يجي السودان ويجمع مجموعة من كبار رجال الدولة في السودان، وعلى رأسهم كان الله يرحمه المشير سوار الذهب اللي هو كان أول رئيس مجلس أمناء الله يرحمه تقمده بواسع رحمته لهذه المنظمة، وعدد كبير جدا من قيادات البلد في كافة المجالات في الثقافة وفي الرياضة وإلى آخره. وعقدوا الفكرة أنه يقيموا هذه المنظمة حتى تكون مفتاح يعني تغيير وجهة نظر العالم تجاه السودان في مسألة الوقت. والآن طبعا رئيس مجلس الأمناء هو البروفيسور علي شمو ويوسف فضل هو نائب رئيس مجلس الأمناء. دي كلهم حقيقة مجموعة من القيادات العلمية والأكاديمية بتضمها المنظمة. صحيح، ويمكن مجموعة من الجمعيات ومجموعة من المنظمات وحتى في جانب التنمية البشرية بنشاهد مجموعة من المختصين بيتحدثوا عن إدارة الوقت، ولكن دائما حديث عن النظرية فيبقى التطبيق على الأرض فيه مشكلات ومجموعة من التحديات. خلينا نتحدث عن التحديات التي واجهتكم والمعالجات الممكن تكون هي فيها إلزام قانوني أو غيرها، كيف يمكن أن يعني ندير الفرد في أنه هو يدير وقته؟ أيوة، عملية الالتزام باحترام الوقت مبني على عنصرين، عنصر العنصر القانوني اللي هو لابد أن تكون في تشريعات وفي قوانين ضابطة لهذا الشخص وكان في المؤسسات العمل في الخدمة المدنية أو في القطاع الخاص، وفي المسألة الأخلاقية إنك أنت برضه يكون لك أخلاق في التعامل مع الوقت. ونحن من منطلق ده حقيقة كل رؤساء، نحن أسسنا حقيقة كل فروع الولايات أسسنا لها فروع للمنظمة، ورؤساءها يعني تلك الفروع هم يا إما أساتذة معلمون يعني أو تربويون، لأنه قناعتنا إن المعلم هو ده الإنسان الوحيد القادر إنه يحدث تغيير في مفاهيم إدارة الوقت بالنسبة للطلاب. وأيضا سعينا عبر وزارة التربية والتعليم إنه ندخل منهج إدارة الوقت في المنهج العام، والحمد لله هم استجابوا، وربما نشهد خلال هذا العام أو العام القادم مادة لإدارة الوقت في المناهج السودانية. صح، نحتاج يعني للمناهج نحتاج لرؤى قانونية حتى في موضوع إدارة الوقت لننفذ كل هذه النظريات واقعا زي ما ذكرنا. نحن في ختام لقائنا لازم نتحدث عن احتفائكم الخاص وممكن نقدم من خلال هذه الاحتفالية، ويعني الأهداف المختلفة اللي أنتم ترجو أن تخرجوا بها من احتفائكم باليوم الوطني لاحترام الوقت. أيوة، اليوم الوطني هو جاء من تأسيس المنظمة، المنظمة تأسست يوم 17 أكتوبر 2017 وده كان انعقاد الجمعية العمومية، وهي مسجلة طبعا في المؤسسات الرسمية في الحكومة. وبالتالي احنا كل عام في مثل هذا اليوم بنقيم احتفال، هذا الاحتفال هذا العام وتحت رعاية سيد والي ولاية الخرطوم المكلف، وكون لجنة عليا برئاسة وزير الثقافة والإعلام المكلف الأستاذ عوض أحمدام، وهذه اللجنة عقدت اجتماعات عديدة في مكتب الثقافة والإعلام، واتفقنا انه نعقد ورشة تدريبية للوزراء المكلفين والمدراء التنفيذيين بالمحليات وقادة العمل التنفيذي والشعبي والسياسي في ولاية الخرطوم. ده حيكون يوم الاثنين الساعة 11 في أمانة الحكومة، حتصبغ جلسة خطابية، هي جلسة افتتاحية حيتحدث فيها السيد الوالي المكلف ورئيس المنظمة ورئيس اللجنة التحضيرية. الدورة عن إدارة الوقت بالنسبة لقادة الخدمة المدنية،
أيضا سيكون هناك تدشين لفرع ولاية الخرطوم عبر هذه الفعالية، وأيضا إن شاء الله سنخطط خلال الأسابيع القادمة لإقامة ليلة ثقافية عن إدارة الوقت أو عن الوقت بشكل عام في الفنون والآداب في السودان. وأيضا لدينا ترتيبات لإقامة يوم عام للنظافة في إطار فعاليات اليوم الوطني للوقت، إنه نقيم يوم للنظافة في ولاية الخرطوم بمشاركة قادة الدولة إن شاء الله. صحيح، وهي كل هذه الخدمات مرتبطة بالتأكيد بإدارة الوقت. نحن نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جزيلا لحضورك على شاطئ الصباح اليوم الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي، مسؤول العلاقات العامة بالجمعية الوطنية لحماية الوقت واحترام الوقت. شكرا لك جزيلا، ومشاهدينا نتمنى دائما أن نكون قادرين على إدارة أوقاتنا بالطريقة المثلى كل عام، وأنتم قادرين على ذلك. بعد الفاصل يتواصل صباح الشروق. نجدد التحايا لكل انضموا لمتابعة صباح الشروق، ونبتدر هذه الساعة بأهم الأحداث وأهم الأخبار لليوم. مرحب بك مصطفى عبيد الله. مرحب بك تيسير، وصباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدينا الأعزاء. إذن هذا هو موجز لأهم وآخر الأنباء ضمن صباح الشروق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء ضمن صباح الشروق. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة بحر دار الإثيوبية للمشاركة في منتدى تانا حول السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينعقد يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري بمشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وعدد من الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. وسيعقد المنتدى حلقات نقاشية حول حالة السلم والأمن في إفريقيا والثقافة كمحرك مستدام للسلام والتنمية الفكرية. وتجدر الإشارة إلى أن البرهان يخاطب في هذه الأثناء الجلسة الرسمية للمنتدى بمدينة بحر دار الإثيوبية. نجحت الوساطة الجنوب السودانية في إطلاق سراح 9 من الأسرى السودانيين المحتجزين لدى الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو. ولدى وصولهم مطار الخرطوم مساء أمس، أعرب ممثل الأسرى عثمان الإمام البشرى عن شكره للحكومة السودانية ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه وسفارة السودان بجوبة وحكومة جمهورية جنوب السودان على جهودهم من أجل إطلاق سراحهم والتي تكللت بالنجاح بوصولهم لأرض الوطن. قال عضو المجلس السيادي الهادي إدريس إن البلاد تواجه تحديات كبيرة تتطلب الدعاء لله والتضرع إليه للخروج من الأزمة السياسية التي يشهدها السودان، مبينا قدرة الشعب على تجاوزها قريبا عبر الحوار والتوافق. جاء ذلك لدى مخاطبته احتفالا دينيا بمنطقة أم بدة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وكشف الهادي عن قرب التوصل لاتفاق وتسوية سياسية تنهي حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي. تمكنت
شرطة مكافحة التهريب بولاية النيل الأبيض من ضبط 50 كرتونة من الخمور المستوردة و19 كرتونة من الأدوية المنقذة للحياة غير مسجلة ومهربة على متن دبل بوكس دبل كاب في منطقة جبل أبو جرود بوحدة جودة الإدارية بمحلية الجبلين. وأشاد والي النيل الأبيض بهذه الجهود التي من شأنها حماية الشريط الحدودي بين السودان ودولة جنوب السودان، وتعمل على الحد من الآثار السلبية للتهريب والتي تؤثر بصورة كبيرة على أمن الولاية والاقتصاد القومي. تعهد حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي برعاية كافة الخطط والمشروعات الداعمة لعجلة التنمية بالإقليم، مؤكداً أن مشروعات التنمية تعزز مسيرة السلام والاستقرار في ظل جهودهم المتصلة لمزيد من التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية المختلفة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه برئيس مجلس السلام وناظر عموم قبائل الإقليم المكة الفاتح يوسف المك حسن عدلان، وبحضور وفد من المكتب التنفيذي لجمعية أجيال المستقبل التي قدمت لحاكم الإقليم حزمة من المشروعات التقنية التي تمكن إقليم النيل الأزرق من الاطلاع بدوره في المرحلة القادمة. شن والي كسلاء المكلف الأستاذ خوجلي عبد الله بداية حصاد محصول السمسم بمحلية ريف ود الحليو في مساحة بلغت 800 ألف فدان من جملة المساحة الكلية لمختلف المحاصيل الزراعية والبالغة 2,500,000 فدان بإنتاجية متوقعة 3 ملايين جوال سمسم. الأخير في هذه النشرة الموجزة، بدأ الوصول الفعلي لمحصول السمسم لموسم هذا العام لأسواق القضارف الفرعية، ومن المتوقع في الأيام القادمة أن يتوالى وصول المزيد من كميات السمسم للأسواق. وعد البعض وصول المحصول الجديد من السمسم في هذا التوقيت للأسواق بشارة خير بإنتاجية عالية، وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الذي وصل للأسواق حتى الآن من جنوب وشرق القضارف بمحليتي باسندة والفشكة. إذن مشاهدينا الأعزاء، انتهى هذا الموجز ضمن صباح الشروق، وهذه عودة للزميلة تيسير لمواصلة فقرات صباح الشروق. أهلا تيسير. شكرا مصطفى، صباح الخير. صباح الخير من جديد لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما هذه التحايا الصباحية مع نقل الحياة الصباحية في مختلف مساحاتنا السودانية. التحايا لكل حاملي رسالة السعي والكسب الحلال وكل المرتقين بقيم العمل والأمل في كل صباح جديد، ودائما من خلال الصباح هي تحية صباحية لأصحاب السعي الصباحي في أرزاق. الأشياء ومهما عظمت أو صغرت تبقى لها قيمة وذكرى ومواقف خاصة، تلك التي ترتبط بمعاش الناس وحركتهم، فتكون ذكراها عصية على النسيان، وسيرتها تمشي بين الناس تكبر وتنمو كالغرس الطيب، فالذاكرة الوقادة تبقى المساحة فيها حاضرة وبسعة للذكريات الجميلة. الحاج عبد الله السجان رحلة من الكفاح والجد والاجتهاد، وحكاية امتدت ل35 عاما مع عربة التاكسي، والتي بادلته ود بود ووفاء بوفاء، فطوال سنيه هذه لم يبدلها ولم يغيرها، على الرغم من الفارهات من السيارات التي تطوي المسافات كطي السجل ما بين غمضة عين وانتباهتها. الحمد لله، بدأت شغل التاكسي في سنة 76. أنا ذاك كان يعني العربات التاكسي في القضارف محدودة وما تزيد عن 30-35 عربية، وكان يعني العربية بتاعت التاكسي بمبلغ 500 جنيه لا تزيد عن ذلك، والاستيك العربية كان بسبعة جنيه ونص، وجالون البنزين ب25 قرش، و جالون الزيت ب75 قرش، وجالون زيت الفرملة ب15 قرش. والناس هنا في القضارف أوفياء بقدر عطاء الرجل، فهم يحفظون له أنه من الجيل الأول لسائقي التاكسي بالمدينة حينما كانت للتاكسي إمبراطورية. ففي تلك الفترة من القرن الماضي كانت عربة التاكسي من أنجع وسائل النقل الخاصة ومظهر من مظاهر الرفاهية، وكانت في القضارف
عنوان لرجال نحت وعميقا في ذاكرة المدينة وإنسانها لما خلدوه من مواقف وذكريات عطرة. في التاكسي لقيت عمنا عمر علي عمر كان معنا برضو جارنا في ديمان نور، كان عنده عربية تاكسي بيجو 403، وعندنا مبارك هاشم كان عنده بولغا، وعندنا عمنا التوم العطا كان عنده زفير برضو، وعندنا رجل اسمه عبد الدين عبد الله كان عنده عربيتين كونسول 60. فأنا وكجيت كنت سايق مع عبد الدين ده ذاتي، كنت سايق عربية من عربياته من كونسول 60. ده أول ما بديت الشغل. بعدين عندنا زي ما تقول ولد عبدون الله يرحمه توفى، كان ساكن حي الناظر، واخذ قريبة لنا وخالتنا وكده أحمد علي، دينا الناس اللي كانوا قدام في التاكسي. بعدين في واحد اسمه عبد الله حسن برضه الله يرحمه توفى، من الناس من درمان. يعني كانوا يعني عدد من الناس القدام موجودين في التاكسي، عبد الجليل حسن حاج علي، دول كلهم كانوا في شغالين. يعني واحد اسمه سمير الله يرحمه توفى، دول كلهم كانوا في يعملوا معنا في التاكسي اهو في السبعينات. وبمثل ما يحكى عن جمال ذلك الزمان عند معاصريه بخيره الباسط ورزقه الدفاق وجمال نفوس أهله وإلفتهم، كانت الحياة بسيطة وغير معقدة، فحتى المشاوير بالتاكسي لم تكن تشعر الراكب بمشقة مادية، فقيمة الأجرة كما يقول محدثنا كانت أغرب ما تكون عربونا للصداقة. يعني أنت تشيل مشوار مشوارين وثلاثة في العربية توزعهم من قلة العربات، ما كان في عربات كثيرة، يعني من المشترك ممكن تشيل ثلاثة أربعة مشاوير سوا، تودي الناس القرابة والناس البعاد تمشي بيهم بعدك توزعهم. يعني تودي مثلا حي الجناين أول، حي محمد تودي هناك، بعد ذلك الناس يستنوك في المحطة تنقل، يعني كان القطر جاء الساعة 2 بالليل تنقل للصباح عندك، وبعدين تنقل للساعة 10 الصباح في المشاوير، والبيت قال تلقاه بتكفيك، كان لقيت 10 جنيه، كان لقيت 6 جنيه، كان لقيت 5 جنيه، والمشوار كله 25 قرش 35 قرش، خدت لك ريال في 25 زيادة، خدت لك بالليل يكون بخمسة ريال المشوار مضاعف 50 قرش، والتعريفة كانت 25 قرش، ما كان أكثر من كده، والمشاور المشاوير داخل السوق ب15 قرش، ما في أكثر من كده. وبطبيعة الحال لم تكن المدينة ممتدة كامتدادها الحالي، إلا أنها ورغم ذلك ما زالت تحتفظ بالكثير من معالمها الخالدة، على الرغم من محاولات إضفاء عدد من المساحيق التنموية عليها. ومن هذه المعالم تاكسي ود السجان الذي يقف شاهدا على حقبة من العصور والأحداث ليحكي عن رحلة العرب الزوفير التي امتدت من الحصحيصة إلى الجضارف. يعني بمشي كم واحد، بمشي مثلا بكشمة هنا جنب الغدنبلية، بمشي الحوري، ثاني آخر ما فيه بالسبعينات قدو مشروع في سمسم، والمشاريع دي كلها كنت بشرف عليها أنا، وبعمل لي زراعة وماهية. قمت الوقت ده يعني قبل ما اشتغل في التاكسي ده، كان من جينا في التاكسي هو زي ما وريتك، اشتغلت كم سنة مع عبدين ده، بعدين عرفت على انه التاكسي ده شغلته معي بتليق، لان انا قاعد في بيتي وقاعد في المدينة قبلي، ما 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 ما, ما, ما بحوجني عشان امشي اشتغل في لوري، امشي اسافر واحمل اولادي وكده. قمت فكرت اخدت عربية ب 500 جنيه كونسول 60، اشتغلت بها زي 5 سنة ولا 6 سنة، قمت بعتها ب 700. بعد ما بعتها ب 700 قمت مشيت اخذت عربيه ياهي الزفير دي ذاتها بمبلغ 850 جنيه من الحصيحيصه، جبتها من هناك سايقه بكوريال. ايه هنا ده عربيه جيده ما شاء الله، ما فيها حاجه، ولليوم ده هي جيده حسي ما فيها كلام. وللتجوال متعه مستمده من حكايات الحاد ود السجان، وهو يتامل بين اطياف الذاكره مواقف خلدتها مهنه التاكسي لما لها من بعد اجتماعي وتكافلي، خاصة في مدينة كالجضارف ما زالت تحتفظ بطباع أهل الريف. والله لحد حسي مستميرة، في بعض الناس لحد حسي يعني ما خالفوا إنهم يركبوا في عربية من غير عربية دي. يا هو يقول لك يا فلان عند الساعة كده عليك، أنا قاعد أمشي البيت أشيل الأولاد توديهم من أهلهم كده مثلا في صوفي في بايو في روينا في هنا، وتجيبوا الساعة كده وبعدين تجيني في الدكان بحسن. ولا ودون لي الدكتور تعالى انا مشغول بقى قاعدين، تمشي توديهم انت الدكتور وتجيبهم كايون يعني من اهلك يا هو غير اهلك من الجيران من هناك، وتقوم لهم الواجب كله تجيبهم يا هو بعد ما كشفوا بعد ما ناخذ علاجهم بتجيبهم للبيت بعدك
بيجيك في البيت برضه ما بقصر بيجيك حتى بزيادة كمان. وعلى الرغم من هذه السنوات الطوال فما زالت العرب الزوفير تجوب طرقات المدينة، والرجل كما هو بمظهره المألوف وجوهره المصون يقدح في رحلة الحياة الطويلة، يطبع الابتسامة على محياه ويفرق التحايا على المارة والجلوس وهو قانع راضي. فالرجل يروي أنه لم يحدد يوما سعرا للمشوار مع أي زبون، ولم يتوقف في توصيله خاصة في حالات الطوارئ. مرة جيت للطردوانة يعني كان الوقت ذات يوم حمد ذات محل محلات غزيرة ومحلات لا كان يجوز الفرد يغير يعني رباطين ضربوه ولقيته في الشارع رفعته وديته مدة بطر وأزعفته وديناه المستشفى، وكان يعني الوقت ذات في قسم المباحث وعيسو وكنان رجل في مباشر في المباحث وقفته في الشارع لقيته في جنب الطرمبة وريته حاصل كده كده وقفته معاي وأزعفه الحمد لله. مرة برضو جاء في مرة قالت إلا مرة في الرابعة قالت تجيب المستشفى التالت مشينا بدينا المدينة كبس على المرة وأنا مشيت خطفت دواية سيما ساكنة سعد من حي حي ديما النور الروابع كانت الوقت ذاك الرابعة دي جديدة وجبتها والحمد لله لحقت البيت ولا ذاتها قبلت البيت والله أنا غضبت يعني وده كله والله ما غالي لا شيء. وبعد كل هذه السنوات يظل الحاج عبد الله السجان رمزا لجيل جميل من سائقي التاكسي بمدينة الجضارف الذين مضى أكثرهم كما مضت عربات التاكسي من ذلك الزمن الجميل، ليظل هو شاهد عصر على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة ومن تاريخ مهنة بدأت تفقد الكثير من البريد واللمعان. حياكم لكم مشاهدينا في كل مكان، والعصا البيضاء حركة آمنة للمكفوفين. تحت هذا الشعار ينطلق اليوم العالمي للعصا البيضاء، وهي أيضا مساحة للحديث عن حقوق أصحاب تحدي الإعاقة البصرية. فلهم جميعا نقول صباحا، كل عام وأنتم جميعا بألف خير، كل عام وأنتم جميعا تتمتعون بمختلف حقوقكم. سعداء أن يكون معنا للحديث حول هذا الموضوع دكتور محمد سعيد عمر، رئيس جمعية خريجي جامعة الخرطوم ذوي الإعاقة والأستاذ الجامعي بمختلف الجامعات أو عدد من الجامعات السودانية. مرحبا بك وصباحك خير وكل عام وانت بألف خير. مرحبتين، أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين وكل المعاقين في بلادي وفي كل العالم بخير وأمن وسلام. ونحن الليلة بنحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء، يوم المكفوفين ويوم أصحاب الإعاقة البصرية، يوم 15 أكتوبر بيمثل لنا عيد لأنه بدينا رمزية كبيرة لنا نحن كمعاقين بصريين لكل المعاقين، لأنه ده نحن بنفتكر إنه ده اليوم بتاع إمكانية الوصول، يعني نحن نتكلم دائما عن إمكانية الوصول في الحركة في الشارع، الوصول للمعلومات، الوصول للمكتبات، الوصول لكل الخدمات لكل المرافق في المجتمع. وحقوق مختلفة سنعود الحديث عنها، ولكن بداية الجمعية كان لها احتفاء استباقي لهذا اليوم. الزميل متوكل برير كان حاضرا ونقل لنا هذا النبض الاحتفالي باليوم العالمي للعصا البيضاء. هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تلك كانت قصة عصا النبي موسى عليه السلام. فما هي قصة العصا البيضاء التي يستخدمها المكفوفون في حلهم وترحالهم حتى أضحت عصاهم السحرية؟ وخصص يوم 15 من أكتوبر من كل عام كيوم عالمي للعصا البيضاء التي يستخدمها المكفوفون حول العالم كوسيلة تعويضية لهم تدلهم على الطريق تقيهم عثراته وتخبر المارة بأن من يحملها هو إنسان كفيف، وفي ذلك ما يوفر فرصة ذهبية لمن أراد التطوع وتقديم الدعم والمساعدة المختلفة. كما هو معلوم أن العالم بيحتفل في كل 15 أكتوبر من كل عام
باليوم العالمي للعصا البيضاء، والعصا البيضاء هي هذه العصا التي تعين الشخص الكفيف بالتعامل في التعامل مع الحركة في الطريق ما إلى ذلك، في قطع الطرق، في المواصلات ما إلى ذلك، في كل شيء تعينه على الحركة وتعينه على التعرف على الأشياء التي بجانبه. أما قصة العصا البيضاء فقد بدأت حينما أصيب الصحفي البريطاني جيمس ويغز بالعمى جراء حادث سير العام 1921، فاستعمل عصا خاصة به تساعده في السير باللون الأبيض، وهي عادة ما تصنع من معادن خفيفة أو من مادة البلاستيك، ويسهل طيها عندما لا تدعو الحاجة إلى استعمالها. ومؤخرا ظهرت أنواع منها تستخدم التكنولوجيا المتقدمة مزودة بحساسات ترشد الكفيف حال اقترابه من مواضع الخطر. عندنا تدشين لمعهد النور، معهد النور 2 الحلم الكبير أو الحلم الفسيح زي ما إحنا بنقول، طبعا لأنه معهد النور ده الشغل الشاغل حاليا، في معهد وحيد في السودان لتعليم المكفوفين في مرحلة الأساس. نحن محتاجين أنه ندشن ونبني معهد النور الجديد عشان ما نقدر نوفر عدد مقاعد أكبر لعدد كبير جدا من المكفوفين المحتاجين أنهم يلتحقوا بالسلم التعليمي. حسب آخر إحصائية عالمية أجريت العام 2017، فإن عدد المكفوفين حول العالم بلغ 35 مليونا تقريبا، أما في السودان فقد بلغ عددهم 200,000 تقريبا حسب إحصائية غير محدثة. ومع زيادة أعداد المكفوفين عالميا ومحليا واختلاف أسباب إعاقتهم، فإنهم ما يزالون يصنعون واقعهم الخاص بهم ويعيشون تجربة حياتهم بكل رضا ونجاح، قدموا خلالها للآخرين قصصا ملهمة أصبحت حديث الناس في شتى المجالات، متجاوزين بذلك مصاعب ومتاعب الإعاقة وما يترتب جراء ذلك من مفاهيم خاطئة عند بعض ذوي الفهم القاصر، جعلت من أصحاب تلك المفاهيم مكفوفين فاقد الإنسانية. احنا كاتحاد بنطمح بانه نوفر عصايه لكل كفيف في كل انحاء السودان، ومن هنا بنناشد الجهات المختصه ديوان الزكاه والمجلس القومي وغيرها من الجهات توفر لنا عصايات للاشخاص ذوي الاعاقه، والاعاقه طبعا البصريه اللي احنا ده بيهمنا. وعندنا طبعا افرع في الولايات، عندنا 15 فرع او 15 ولايه كلها بها اتحادات وكلها بها اعضاء يحتاجون الى هذه العصايه اللي يحملونها. والاتحاد بتاع المكفوفين القومي السوداني عنده مشاريع كثيره تعليميه ثقافيه اجتماعيه، وبرضه احنا بعبركم عبر قناه الشروق بنعلن انه ان شاء الله في اول نوفمبر حيكون التدشين او ختام الاحتفالات باليوم العالمي للعصا البيضاء بولايه نهر النيل الدامر ملتقي يالات المكفوفين ان شاء الله. لكن ذلك يبقى مرهونا بتكثيف الجهود الرسمية والشعبية في كيفية الاستفادة القصوى من طاقات ومواهب المكفوفين بمختلف أعمارهم وشرائحهم، بإدماجهم مجتمعيا وتوفير وسائلهم الخاصة في التعليم والصحة والتأهيل، مع التأكيد على حقوقهم الكاملة اجتماعيا ومهنيا وقانونيا، وصولا إلى سن تشريعات تؤمن بحقوق المكفوفين كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى دون تمييز. شكرا جميلا للزميل متوكل، ونحن معك نحمل ذات الأمنيات بأن توفر كل الحقوق لذوي الإعاقة، وفي حديث خاص اليوم لأصحاب تحدي الإعاقة البصرية. مرحبا بك من جديد دكتور محمد سعيد، ونحن نحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء. ما أهمية هذا الاحتفاء وما يمكن أن يعنيه في حديثنا عن العصا البيضاء؟ والله يا أخي الاحتفال بالعصا البيضاء حاجة مهمة جدا، كل الجمعيات كل المنظمات كل الاتحادات لمادة حريصة جدا على الاحتفال أو تنظيم فعاليات بمختلف الأشكال لتوعية الشارع، لتوعية كل الناس المارين في الطريق بأنه في ناس معاقين أصحاب إعاقة بصرية محتاجين للمساعدة في قطع الشارع، في إمكانية الوصول. الاحتياج ما احتياج مادي، يعني دائما الناس للأسف كلمة احتياج طوال تفتكروا أنه احتياج مادي، يعني نحن محتاجين نرفع الوعي، نزكي الوعي بتاع الناس، نوريهم أنه في معاقين موجودين في المجتمع الناس محتاجة توفر لهم الوصول الآمن أيا كان شكل الوصول. يعني أنا مثلا عندي إعاقة حركية أجي ألقى في طريق أقدر أصل به بصورة كويسة،
انا معاق سمعيا، القى السماعه او القى زول يقدر يفهم لي لغه الاشاره. فالشغل بتاعنا شغل بتاع وعي، ومن هنا انا بحييكم قناه الشروق وكل القنوات وكل الاذاعات وكل الوسائل الاعلاميه المتفاعله معانا، وفي ناس مهمين جدا لازم نشكرهم، رجال الشرطه، رجال المرور، دائما بنلقاهم معانا في احتفالاتنا واحتفالاتنا بتاعت العصر البيضاء. ودي واجبات، ودي واجبات يعني، ودي حقوقكم الاصيله اللي ما بنستحق عليها الشكر. لكن بما ان احنا نحتفي باليوم العالمي للعصر البيضاء، هي ايضا مساحه للارشاد والجوانب التعريفيه بالعصر البيضاء والاشارات المختلفه. فخلينا مباشره الكاميرا امامك نقول لكل اللي بيشاهدونا، هي خمس اشارات للعصر البيضاء، كيف يمكن أن نتعامل معها اللي بيشاهدكم في الطريق؟ عندنا خمس علامات يفترض اي زول يكون بيعرفها بيستخدمها، سواء كان معاق او غير معاق. حتى في القوانين بقت في الرخصه لازم القوانين دي تتفعل وتكون ضمن الامتحان، يعني اي سايق مركبه عشان ما يطلع الرخصه لازم يكون عنده المام بالعلامات الخمسه بتاعه العصاية الجميله اللي ما بنقدر نفارقها ولا بتفارقنا، يعني دائما الزول طالما هو براو لازم انه تكون معاه العصاية زي ما انتم شايفين. والعصاية في منها انواع، دي عصاية عادية، في عصاية فيها هزازة اذا انا كنت متحرك بها في نازل لتحت او بتاع او في حجر او بتاع بتديك اشارة. في كذلك تغنيات انه العصا ذاتها تكبر صوتية. فعندي خمس علامات، في اثنين لو انا داير اقطع الطريق انا براي. اول حاجة مثلا اذا انا داير اقطع الطريق بمفردي، بتحسس انه انا اكون دائما في طرف الشارع، بعد ما تاكدت بصوره تمام من موقفي بقوم بمد العصا بصوره هكذا. دي كده انا معناها يفترض اي عربيه، يفترض اي شخص سايق عربه يفسح لي المجال انه انا اقطع الطريق بمفردي. اذا كنت محتاج لمعاون بمدها 45 درجه بمحاذاة الرجل اليمنى، واليد الثانيه بتكون اليد اليسرى بتكون بجواري، لكن بتكون ملامسه للارض، بتكون ايوه ملامسه للارض. بكون ماسكه كده ويدي بجوار الجسد بتاعي. الشخص الداير يجي يقطعني الزلط او يقطعني الطريق بيجي بيمسكني من يدي الشمال، يعني نصف اليد الشمال، وبيعبر بي الطريق لحد ما اصل للصايد الثاني. دي العلامتين اذا انا كنت داير اقطع الطريق، سواء كنت بمفردي او سواء كنت محتاج لمساعد. عندي علامتين لو كنت انا داير مركبه، اذا كنت داير مركبه عامه يفترض اكون ماسك العصا بيدي اليسرى، تكون زاويه قائمه وبلوح بيدي اليسرى ويدي اليمنى هكذا. اي مركبه عامه يفترض انها تقف لي لحد ما اركب بصوره امنه. لو كنت داير مركبه خاصه، تاكسي، ركشه، ما الى ذلك، بكون ماسك اليد برضه 90 درجه بيدي اليمين وبلوح بيدي اليسرى، يفترض العربيه الخاصه تقف لي. العلامه الخامسه لو انا كنت مثلا في محل وفقدت الاتجاهات او فقدت البوصله، يفترض انه العصايه بتاعتي ارفعها لفوق كده. اي شخص شافني انا رافع العصا لفوق فيجيني بصوره ريلاكس، يجي ياخذني يوجهني الوجهه اللي انا دايره. فدي خمس علامات مهمه جدا، يفترض اي شخص كفيف لازم يحمل العصا ويكون ماشي بها. وهي ده عين دليل انه الشخص ده كفيف، يعني لما يكون شايل العصايه دي، يعني عندنا كميه من الناس ما عندهم اعاقات بصريه ظاهره، فبالتالي العصا دي على الاقل بتميزك. وصراحه زي ما في التقرير قبل شويه، العصايه بقت غاليه جدا. زمان كان ديوان الزكاه والحكومه كان بتوفر العصايات، لكن حاليا العصايه بقت غاليه، تقريبا سعرها ما اقل من 8 اللي 10,000 جنيه، اللي هي ما يعادل قرابة $20. والشخص في السنة بيحتاج له ثلاثة أربعة عصايات يفترض إنها تكون عنده أو حيستهلكها، لأنه في النهاية حاجة بلاستيكية وفيها خيط، يعني قابل إنه يتقطع، قابل إنه يتفك. فبالتالي محتاجين كل الجهات تتضافر عشان ما تتضافر تكون عشان توفر الحاجات دي. جميع احنا يعني معاك بنحمل ذات الصوت في انه كل الجهات الحكوميه، كل المنظمات للمجتمع المدني تتضافر في توفير عصا لكل واحد من اصحاب تحدي الاعاقه البصريه. ودي حقوق، يعني ابسط الحقوق اللي يمكن ان توفر. فنحن اليوم في حديثنا عن الاحتفاء ده عايزين نتحدث عن الحقوق عموما. يعني الان بنتحدث عن حق الوصول،
نعم. في جانب آخر مهم هو الحديث عن حق التعلم، ويمكن التعلم بلغة برايل أو غيرها من أشكال التعلم للوجود والاندماج مع الموجودين في المدارس حتى المختلفة، بيحتاج يعني من الجهود الحكومية والجهود المجتمعية تثقيف في جانب المجتمع وجانب لأن تكون هذه الحقوق متوفرة لي، فخلينا برضو نضيع على هذا الجانب. الحق في التعليم ده حق أصيل لكل شخص، وعندنا زميلة من هنا بقدم له التحية، الأمين العام لجمعية خريجي جامعة الخرطوم أستاذ أحمد محمد أحمد أرباب، عنده مقولة جميلة دائما بيقول لك نحن المكفوفين رأس مالنا علم. أنا اتعلمتها معناها أمان لي من الفقر، أمان لي من التسول، أمان لي من أي حاجة. والحمد لله يعني عندنا نحن في جامعة الخرطوم بنفتكر نحن الطبقة احتمال نكون المستنيرة، عندنا في الجامعة أكثر من 10 أساتذة موجودين في جامعة الخرطوم. من هنا نحن برضو بنحيي جامعة الخرطوم باعتبارها هي الجامعة الأم، عندنا 10 من المكفوفين. وأنا دائما قاعد أقول لهم يعني الناس الأوائل ما كانوا نايمين في بيوتهم لحد ما وصلوا للحاجة دي، والحمد لله كل مرة الجامعة بتفيد المجتمع بعدد من العلماء بعدد من الخبراء في كل المجالات. فبالتالي الحق في التعليم دي حاجة أساسية. يعني عندنا الجمعية بتاعتنا جمعية خريجي جامعة الخرطوم تأسست في العام 2007، الهم الأساسي اللي نحن جينا به إنه خدمة الأشخاص المكفوفين فيما يتعلق بالتعليم بالتدريب. الشخص بعد ما يتخرج من الجامعة هو محتاج لبعض الكورسات سواء في الحاسب الآلي، في اللغة الإنجليزية، في العمل الإداري عشان يكون جاهز لسوق العمل. وبالتجربة يعني أثبتت لنا إنه أي شخص هو كان جاهز الفرصة حتجيه، والحمد لله يعني معظم شبابنا توفر الوسائل يا دكتور محمد. الوسائل المعينة يعني أنا من خلال ظهورنا وجودنا في الإعلام قاعد يقولون أي كفيف عنده هاتف ذكي، عنده كمبيوتر لابتوب أو كمبيوتر ثابت ده ما كفيف. أنا في تقديري نهائي أنا ما بعتبره كفيف، لأنه من خلال التقنيتين ديل الحمد لله يعني احنا بندرس في الجامعات، بنشرف على بحوث، على رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه، بنعد البحوث. يعني قبل 12 سنة يعني كان لو كلفوك تكتب لك سطر واحد عشان تلقى الشخص اللي بيكتب لك يعني بيكون معانا. يعني حاليا بدأنا الاستغلالية بتاعتنا وبقى يعني عندنا صيغة كبيرة في نفسنا عشان الشخص يقدر يتعامل مع الحاجات بصورة كويسة. والحمد لله ومهم السنة دي عندنا 2 من أولادنا المكفوفين كانوا جايبين من التسعينات، يعني عبد الهادي جايب 93 ويتكلم عن توفير البرايل والكتب، زمانك ما كانت موجودة عن طريق الطابعات بتاعت برايل وما إلى ذلك، استطاع يحرز 93.6. وعندنا طالب ثاني جايب 91، السنة اللي فاتت كان عندنا طالبة جايب 96، يعني كانت من العشر الأوائل. فدي كلها بفضل التغنية وبفضل وقفة الأسر والمجتمعات. فالتكنولوجيا بجد ساعدتنا، وزي ما قلت لك انه التعليم ده حق بالنسبه لكل شخص، ومهم انه نعم. حتى في اطار كده احنا طمعانين الليله انه يكون عندنا بجد مبادره لبناء معهد النور 2 في ولايه الخرطوم، دارين في كل ولايه انه يكون في معهد بتاع نور. يعني الشخص الكفيف وعدد المكفوفين ما شاء الله ماشيين في زياده ما تسحرونا، لكن ما شاء الله يعني نحن والله نحن معاك بنتبنى المبادره وبنسال يعني كل اللي بيشاهدونا اذا كان في الجانب الحكومي او في جانب المجتمع انهم يدعموا هذا الاتجاه في وجود معاهد مختلفه للتعلم، ومعهد النور تكون منه افرع مختلفه لمواجهه هذه التحديات اللي بتواجه اصحاب تحدي الاعاقه البصريه وغيرها من ذوي الاعاقه. نحن نتمنى انه دائما المجتمع يكون حريص على هذه الحقوق. وتحدثت عن انه هو البناء في اطار التوظيف، وحتى لو جينا في حديث الوظيفه او الوصول حتى للخدمات فبنجد مشكلات مختلفه ابسطها يمكن مصفوفه البناء بالنسبه لاصحاب التحدي الاعاقه البصريه، فخلينا برضو نتكلم عن الجانب ده في جانب البناء واطار الخدمات والتوظيف. والله يا اخي محتاجين يعني كود البناء حاجه مهمه جدا. يعني انا كمعاق من حقي انه اجي اتخشى اي مرفق القى انه في الباب اللي ممكن اخش بيه، من حقي اصل للمعلومات، المكتبات تكون الكترونيه، تكون في اجهزه تتوفر لكل معاق ايا كان شكل الاعاقه. يعني احنا الليله احتمال اليوم شويه عنده خصوصيه بنتكلم عن المكفوفين، لكن احنا دارين كل معاق يلقى حقه صح. امكانيه الوصول يعني بالذات انا قاعد اتكلم في حاجه كثيره اللي هي الوصول مرات للصرافات الاليه، التعاملات الماليه. يعني زي ما عارفين التعامل المالي فيه خصوصيه، يعني انا دار امشي الصراف الالي يعني ما بحتاج الحله كلها تعرف انه
فلان محمد سعيد دليل ماشي يصرف قروش، صح. اجي افتش فلان يلا كم عاي، وكان عندنا مساعي كبيره مع بنك السودان ولسه لا تزال موجوده، في انه داري المعاق الحركي يجي يخش الصراف الالي يكون في مدخل خاص به. انا ككفيف في برنامج اللي هي مصفوفه البناء الموجوده، نعم. في الاتفاقيات، خلينا برضو كل الاتفاقيات لها. السودان الحمد لله مصادق وموقع على كل الاتفاقيات اللي بتتعلق بامكانيه الوصول بتوفير الحقوق بتاعت المعاقين، فنحن محتاجين كجمعيات وككيانات ومجالس انه نفعل الحاجات دي والناس تسوق حقوقها وبدرجه كبيره. يعني انا بفتكر يعني في مجال التوظيف، يعني حاسس ان احنا دائما في جمعية الخريجيه المعاقين عندنا الناس الحمد لله بيشتكوا من انه ما في وظائف، نحن بنشتكي او ما بنقول بنشتكي، لكن لما يكون عندنا فعاليات معظم ناسنا الحمد لله شغالين، ما عندنا ناس متفرغين مثلا للعمل الطوعي، يعني احنا بنستقطع من زمننا بنستقطع من تفاصيلنا عشان نقوم بالبرامج دي. فتقريبا عندنا 95-96% من اعضاء جمعيه خريجي جامعه الخرطوم حاليا هم موظفين في الخدمه المدنيه، الموظف في جامعه في الشركه، لكن نعم. عايزين نشير لانه موضوع التوظيف لاصحاب تحدي الاعاقه البصريه هل هو يعني موفر موجود نسبته؟ النسبه يفترض 2% كحد ادنى من الوظائف، هي 2% مجزيه؟ ما مجزية، بس احنا نشر للجوانب التقرير بنتكلم انه عندنا 35 مليون في العالم، عندنا 200 الف في السودان، وزي ما قلت لكم ماشيين في زياده بحكم دول العالم الثالث، لسه عندنا زواج الاغارب، عندنا المشاكل الحروب ما الى ذلك، فالاعداد بتاعت الاعاقه ماشيه في زياده، فبالتالي هي 2% يعني ده الحد الادنى، ونحن بنطمع للزياده، لكن برضه نحن عشان نكون منصفين حزاته بنطالب ابنائنا المعاقين يكونوا جاهزين عشان واحد لما تجيه الفرصه يكون جاهز، لانه عدد الوظائف اللي قاعده تتوفر في العالم كله ما في السودان ما الحاجه السهله، والعالم حاليا بقى ماشي للشغل الخاص ماشي لحاجات كثيره، فانا كمعاق لما تجيني الفرصه يفترض تجيني وانا جاهز. وده الكلام اللي ابتدرته معاك قبيل في حديثنا عن انه هي الوظيفه نفسها بيحتاج منكم جوانب للتقنيات المختلفه، ودي اللي عايزين نضيء عليها في اليوم ده، يعني حتى للي يعني الان بيسمعونا من اصحاب تحدي الاعاقه البصريه، عايزينك تقول لهم يعني تقنيات معينه يمكن هي من خلالها تساعدهم في انه هم يعني يتعلموها يكونوا موجودين في سوق العمل. يعني والله زي ما قلت لك قبيل، يعني اي عميان عنده كمبيوتر او يجيد استخدام الحاسب الالي بيجيد استخدام الهاتف الذكي، لانه حاليا الهاتف الذكي لي انا كشخص كفيف ما هو رفاهيه ولا وسيله بتاعت تواصل اجتماعي، يعني انا كل شغلي ممكن يكون في الهاتف الذكي بتاعي، يعني انا الحمد لله استاذ في جامعه السودان للعلوم، وهي برامج مختلفه، يعني انا بقصد التطبيقات والبرامج التطبيقات اذا توفرت الحاجتين دي للهاتف الذكي والكمبيوتر بعدها في تطبيقات الناس ممكن تتواصل معانا في جمعية الخريجين، ممكن عن طريق اتحاد المكفوفين، كل البرامج دي ومعظمها بقت مصادر مفتوحة مجانية، يعني عندكم صفحة موجودة على عندنا صفحة في الفيسبوك اتحاد المكفوفين في بحري في المؤسسة معهد النور في بحري برضو جنب السينما الوطنية جمعية الخريجين مقرنا نحن في إدارة شؤون الخريجين جامعة الخرطوم، لو جيتوا المكتبة الصوتية جامعة الخرطوم في جامعة النيلين برضو في مكتبة صوتية، فالمعلومة بقت ما صعبة، يعني أنا من خلال تجربتي أنا كان عندي تجربة قبل تقريبا 6-7 شهور كان في وظائف في جامعة السودان قدمتها، وأنا شخص كفيف ومعروف أن الوظائف تحت الجامعات ما الحاجة المتاحة، وبتكون وظيفة أو وظيفتين قاعد تتفتح في سنة أو في سنتين، فما حاجة سهلة، فالحمد لله قدمتها شلت معي لابتوبي تلفوني الذكي شهاداتي، فالحمد لله يعني كان لي الحظ انه انا الاستاذ المساعد تم اختياره، حاليا انا لي 6-7 شهور استاذ في جامعه السودان للعلوم والتكنولوجيا، وانت نموذج وقدوه للجميع في موضوع يعني السعي بتحدي وبقوه وغيره. أيوه. يعني احنا جوانب مختلفه للحقوق بنتحدث عنها، خلينا برضو ننتقل للحق الصحه، ودي يعني هي احنا بنتكلم عنها من الاتفاقيات اصلا هي موجوده ل حتى لضعاف البصر غير انه للمكفوفين فقط. ايوه ده واحد برضه كمان من الحقوق المهمه جدا الحق في الصحه، في شغل الايام اللي فاتت كنا شغالين فيه مع مجلس الاشخاص ذوي الاعاقه ولايه الخرطوم مع التامين الصحي في انه توفير بطاقات علاجيه للاشخاص ذوي الاعاقه، يعني كان بدا في البدايه المشروع حيكون 800 بطاقه، الاسبوع اللي فات تقريبا وصلوا 3000
و500 بطاقة تم توزيعها للأشخاص المكفوفين عن طريق المحليات بتاعتهم، ودي مبادرات وشغل كويس. عندكم بيانات يعني موجودة. الأعمال دي ترتبط بالبيانات بشكل كبير. نعم يعني من خلال الاتحادات يعني دائما نحن بنقول لهم أول مجالس إنه يفترض تكون في داتا وتتم تحديثها بصورة بالضبط. دورية على الأقل لما نجي أقدم لك الخدمة لما نسألك أنتوا عددكم كم أنا لما نكون ما عارف، فدي إشكالية يعني دائما في أي دراسة في أي مشروع لازم يكون في إحصائيات، وما إحصائية بس إنه معاغين، لا أنا داير أعرف نوع الإعاقة ذات، لأنه إعاقتي وإعاقة زميلي الثاني هو برضه معاق بصريا لكن إشكاليته قد تختلف، احتياج المعين اللي هو محتاج له يعني ما نفس المعين اللي أنا بحتاج له، يعني العصاية اللي نحن شايفينها هنا في عندنا معظمها تقريبا بالطول ده، برا العصاية دي زي النظارة بتمشي للأخصائي أو لما إلى ذلك بياخذوها منك بمقاسات، لانه انا لو شخص طويل والعصايه بالنسبه لي يعني انا ممكن تعمل لي مشكله بتاعت غضروف. هي الموجوده كلها نفس الطول تقريبا يعني معظمها، يعني طالب بيقرا في اولى اساس يكون شايل نفس العصايه اللي انا شايلها وانا زول طولي 170 او 180 دي مشكله صح، يعني ممكن تعمل لك اشكاليه. فالعصايه دي ذاته يعني ما عصايه انت بتكون شايل، يعني حتى عندها طريقه بتاعت تعلم منك كيف تمشي بها، كيف تكون ماسكها، بتمسكها بصوره معينه، يعني عندنا كورسات عديد في تعليم العصا دي مفترض تكون وفقا لاعمار الاطوال، ايوه الاعمار بتتاخذ بمقاسات يعني زي اللي قلت لك بتمشي زي المشي للبصريات او لسماعه بتاعت اذن او ما الى ذلك عشان انها تحقق لك الامان وال يعني 80 70% من الامان بتاعي في الحركه في الشارع عن طريق العصب تحتي. لكن احنا هنا بنفتقر لكل الجوانب دي في حياتنا والله يا اخي، يلا بعد السعي الاتحادات الجمعيات المجالس الناس تشتغل، ودي مناسبه جميله يعني احنا حبينا انه عشان الليله دارين نروج للبرنامج الكبير اللي كلكم مدعوين فيه وكل المشاهدين كل الناس القريبين من بحري، يا ريت تكونوا معنا حضور في معهد النور لتكريم عدد من الطلاب اللي تفوقوا في الصف الثامن وفي الصف الثالث الثانوي، وتكريم رمز من رموز الاعاقه انا بسميه ابو المعاقين استاذ فاروق خليل، الرجل اللي علم المكفوفين الحركه، علمونا الانجليزي، اللغه صحيح. اليابانيه، الرياضيات، فبيستحق التكريم. وعندنا زي ما وباشوف في التقرير انه الليله عندنا مبادره لبناء معهد النور 2، يعني معهد النور في السنه بيقبل لهم 10 او 12 طالب، وفي يعني الطلبه البقيه في طلبه قد يتم استيعابهم في المدارس القريبه لنا المدارس الدامجه، وفي طلب قعدوا في البيوت، فدي بتخلق لنا اشكاليه كبيره جدا، فبالتالي نحن محتاجين زي ما قلت قبل انه في اي ولايه يكون عندنا معهد نور، عندنا مركز مركزين عشان على الاقل الشخص الكفيف ده ما يكون شخص عالي على المجتمع. حيكون عندنا فعاليه حتنطلق الساعه 10 بمعرض لمده ساعتين بعد البرنامج الرسمي، حيبدا اليوم. الساعه 12 ايوه في معهد النور. كذلك اخواننا في اتحاد ولايه الخرطوم برضو عندهم فعاليه، اخواننا برضو في دنقله، الليله كل السودان ممكن اقول لك في كل الاتحادات الليله محتفل، اخواننا في كوست امبارح انا بتكلم معاهم، اخواننا في زالنجي برضو ليون 10 من يوم 10 بدوا شغل بتاع مصنوعات جلديه مع اتحاد المكفوفين القومي، والليله عندهم يوم احتفائيه برضو بمناسبه العصا البيضاء، حيكون معاهم تقريبا الوالي والمرور وما الى ذلك. حيهم جميعا طبعا نحن بنحييهم بنحيي كل العالم كل الناس اللي بتحتفل بالعصا البيضاء. محمد سعيد انه الاحتفاء يكون فعلا إضاءة على حقوق أصحاب تحدي الإعاقة البصرية، يكونوا أن نحتفل عام القادم وهم يعني في سعي في هذا الجانب من الجهات الرسمية والجهات الشعبية في توفير هذه الحقوق، وبنقول لكم من جديد كل عام وأنتم جميعا بألف خير. شكرا لحضورك صباحا اليوم دكتور محمد سعيد عمر رئيس جمعية خريجي جامعة الخرطوم ذوي الإعاقة، وكان حديث عن اليوم العالمي للعصا البيضاء اليوم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك وشاكر لقناة الشروق، وإن شاء الله نكون كلنا ضيوف خفيفية الظل عليكم. بالتأكيد شكرا لك. ومشاهدينا يتواصل هذا النبض الصباحي على ضفاف مختلفة وتحايا للطفولة.
حياة مشاهدينا في كل مكان، وكما عودناكم عبر صباح السبت هي مساحة لنقل نبض الحياة في مختلف المساحات السودانية في حديثنا عن مختلف الأحداث الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. وفي هذه المساحة هي تحايا لكل الأدباء ولكل المثقفين والمهتمين بمساحات الأدب والثقافة، تحايا خاصة لبيت الشعر في الخرطوم ونقد الشعر السوداني مسارات وآفاق. تحت هذا الشعار انطلق الأسبوع الفائت ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني الذي ناقش مجموعة من الأوراق وفتح الأبواب واسعة على المناهج النقدية، وهو محاولة من بيت الشعر للدفع بالحركة النقدية لتوازي المنتوج الأدبي السوداني. فسعداء في هذه المساحة أن نتحدث عن هذا الملتقى، وسعداء أن يكون حضور معنا الشاعر والإعلامي زكريا بشير عضو اللجنة الإدارية للملتقى. مرحب بك وصباحك خير. مرحب بك أستاذة تيسير، تحية لك والتحية لجمهور قناة الشروق عبر صباح الشروق. مرحب بك، وبداية نتحدث عن ملتقى نقد الشعر السوداني، أهم الأهداف لهذا الملتقى. ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني الذي يطلقه بيت الشعر في كل عام، هذه الدورة الخامسة، يهدف في الأساس لربط المتلقي السوداني والدارس للأدب السوداني بهذا العطاء الضخم، العطاء الإبداعي الشعري في السودان، أن يكون حاضرا قيد الدراسة وأن يكون حاضرا في يد المتلقي، وبذلك الارتباط نقدم للشعر السوداني دراسات تسهم في استمراريته وتسهم في جودته. صحيح، ويمكن حديثنا عن الدراسات هي مجموعة من الأوراق قدمت من خلال هذا الملتقى، فخلينا نتحدث عن أبرز الأوراق المقدمة. كما تعلمين تيسير، هذا العام ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني جاء تحت شعار نقد الشعر السوداني مسارات وآفاق، ولنرتاد هذه الآفاق لا بد أن نختار أشياء أساسية. أول هذه الأشياء نختار شخصية العام وهي سنة راتبة في كل عام. اخترنا لهذا العام الأديب والناقد المصري الدكتور عبدو بدوي لما له من إسهام في نقد الشعر السوداني. كذلك لا بد من محاور تبين سير النشاط في هذا الملتقى. اخترنا كذلك خمسة محاور، كانت الدراسات تناقش هذه المحاور بصورة تفصيلية وفي جلسات مختلفة على مدار يومين، يومي التاسع والعاشر من أكتوبر في هذا العام. المحاور أولا بدأت بشخصية العام، دراسات حول شخصية العام، شخصية الدكتور عبد بدوي من خلال عطائه النقدي ومن خلال تتبع سيرته الذاتية. كذلك محور للسيميائية والأنساق الثقافية في شعر المجذوب، ومعروف شاعرية المجذوب وعطاء المجذوب في الشعر السوداني. محور كذلك استقصاءات إبداعية بين الفصيح والعامي، وهذه تجيب على السؤال الأساسي، أين الشعر السوداني المكتوب باللغة العامية السودانية. هنا ناقشنا في هذا المحور المسرحية الشعرية، وناقشنا في غناء الحقيبة كذلك، ومحور آخر وكذلك الكوخ في الشعر السوداني. محور آخر هو سيميائية الخطاب، وكذلك المحور الخامس هو سيميائية المكان. هذه المحاور غطيت من خلال ملتقى هذا العام. صحيح، وهي محاور وأوراق مختلفة طرحت من خلال الملتقى، ونحن نتحدث الآن أستاذ زكريا عن دورة خامسة. خصوصية هذه الدورة، خصوصية هذه الدورة هي امتداد أولا للدورات السابقة، ولأننا نناقش قضايا النقد والشعر السوداني، فبالتأكيد لا بد من مواصلة لهذا الحراك الذي يتطلب الكثير. هذا جانب. الجانب الثاني هو أننا أدخلنا هذا العام، استطعنا أن نصل إلى أن يشارك الشباب، والشباب هم وقود هذه الحركة، أي حركة في السودان قيادة الشباب لها ضرورية للمساهمة ولبناء
المستقبل، المستقبل الأدبي في السودان ننظر له من خلال عطاء السابقين في هذا المجال وتتبع هذا العطاء، وكذلك من خلال بث أصوات جديدة وأسماء جديدة تحرك هذا العطاء الإبداعي وتسهم في بنائه وتطويره. شهدنا في هذا الملتقى أصوات جديدة أسهمت في العطاء النقدي أيضا. صحيح، ويمكن هو الجانب للمناهج الحديثة ووجود الشباب يمكن دي هي في هذه الدورة عندها خصوصية. نعم، دائما في بداية كل دورة تجلس اللجنة العلمية وكذلك اللجنة العليا لمناقشة مخرجات الدورة السابقة، وكذلك إضافة ما يمكن إضافته والنظر فيه برؤية علمية وتثبت. لذلك تخرج المناهج التي تكون في الدورة الجديدة، وكذلك تخرج الشروط التي يجب الالتزام بها، لأننا نبني بناء منهجيا لهذا الحدث الكبير، وكذلك نحاول أن نسهم بطريقة علمية وطريقة منهجية وطريقة تقدم للأدب وللشعر السوداني. فلذلك لا بد من الالتزام واصطحاب كل ما نراه في دورة، نثبت ما يكون داعما لها ونأتي بالجديد لنقوي هذه الدعاية. قبل أن نتحدث عن توصيات هذه الدورة، الزملاء في الكنترول بيقولوا لا يمكن أن يكون معنا زكريا الشاعر ولا نسمع قصيدة، خلينا نسمع منك شعر. بالتأكيد أنا أتيت هنا لتغطية ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني، ولكن تيسير بحكم قربها ربما أرادت أن يكون ذلك المنسي. أسميك نخل الجهات اللواتي هززنك في موسم الجد، حرفك جذع الأماني ومعناك كث الثمار، يلوذ بصمتك سرب الظباء النفورة يا ظلها المشرئب، يغنيك في النقع غيم وفي النبع صوت القمار، وترفو من النجم ثوبا لليل المغنين، تسلم تبر جبينك شمس النهار، تسافر ما شاء حرفك، تطرب ما شاء وجد المريد، وتهرب من جلد أشجانك المستثار. على حرفك اتخذت حكمة عشها، وابتسامتك البكر أرجوحة لحنين الصغار، يناديك فجر توقد من شمس عينيك نهرا تسيل على تربة القلب، أنت الذي أفلتت من يديه العصور وحطت على منكبيه البراري، رمتك الحبيبة من شرفة الحلم، آوتك سمر القصائد ليلا وصاحت حنانيك من غايب آيب للديار، أنخت لها غصن نبضك سال مع الفجر موالها، ما لها كلما غازلتك الحكايات تنسى بعينيك خمر الغناء وجمر العناء، وعيناك نص من الحب والحزن والانتظار، أنخنا لك الليل فاسرج قوافيك واعرج بنا يا سليل القرى ودليل الصعاليك، من ضوء نار إلى ضوء نار. يا سلام يا سلام، التحية لك والتحية لهذا الحرف، ونعلم أنه مشارك في مختلف المساحات والمهرجانات حتى العالمية، ومشارك في مختلف من المواقع، يعني أشاهد أشعار زكريا في كثير من المواقع حتى العالمية والعربية، فشكرا لهذا الحرف وشكرا لحضورك اليوم ونتحدث عن هذا الملتقى. فنتحدث عن التوصيات التي خرج بها ملتقى النقد. التوصيات كثيرة، بعضها تضمن ما بنينا عليه قبل ذلك، وبعضها جديد أيضا يسهم كما قلت في دفع هذه الحركة النقدية ودفع النشاط العام لبيت الشعر الذي يسهم في هذا الحراك. أبرز ما جاء في توصيات هذا العام هو المواصلة في منهجية ملتقى النقد، ودائما المنهج هو الذي يقيد حركة الكتابة ويوجه هذه الحركة. التقييد بالمنهج هو من أبرز سمات الأداء العلمي والبحثي، لذلك التقييد بالمنهجية لا تراجع فيه. كذلك
عنصر الشباب في هذا الملتقى كان عنصرا فاعلا ومؤثرا بما قدم، وقدم بمنهجية عالية جدا وبصورة قوية أدهشت الحاضرين والمشاركين في هذا العام. لذلك عنصر الشباب استقطابه بصورة كبيرة ليشارك بصورة أكبر. شاهدنا في هذا الملتقى هناك ورقتان للشباب الجدد لأول مرة، ربما أحدهم في الجامعة محمد الحبيب، والثانية خريجة حديثة فتحية ياسر، وحتى الآخرين يعني الذين شاركوا من قبل هم في أعمار الشباب الواثقيون والواثقيون وصغيرهم من الشباب. لذلك الشباب وقود قوي جدا لهذا الملتقى مع الاهتمام والتركيز على عطاء السابقين، ولكن نركز أكثر على أهمية عطاء الشباب في الملتقى القادم وغيرها من التوصيات التي تسهم في مواصلة هذا الملتقى وإرسال رسائله. احنا نتمنى انه كل هذه التوصيات تجد طريقها الى النور بالتأكيد، ونختتم هذه المساحة معك بقصيدة. اختاروا أغنية اللامبالاة. كيف عن ملحنا المعتق تلهى، أيها الحزن خذ قراك الأشهى، نحن أسراك منذ كنا مرايا تعكس الجرح لا تفسر كنها، لم تغب عن ديارنا منذ دهر ترتدي أوجها وتخلع وجها، لو تأخرت في الوصول قليلا لالتمسناك في هدوء المقهى، حولة نورك القديم سهرنا نحتسي الدمع والحشاشة تطهى، في تفاصيلنا تنام وتصحو تأمر العمر بالشحوب وتنهى، كيف يا صاحبي نسبك يوما ومن أوصافك الأمر الأدهى، قل تربصت بابتسامة طفل ثم قهقهت من مناحة ولها وتأرجحت بين وعد وفقد، ما الأسى فالقلوب عندك ملها، قف على منبر الضلوع نبيلا خاطب النفس بالخسائر عدها، أنت والنجم ماهران وكم فصلتما للسواد ثوبا أزهى. يا سلام يا سلام، شكرا لك زكريا، شكرا لحرفك، شكرا لحضورك على ضفاف الصباح اليوم للحديث عن ملتقى الخرطوم لنقد الشعر السوداني، وهو حديث عن هذا النقد الذي أو حس النقد وحركة النقد التي نفتقدها كثيرا في زحمة المنتوج من الشعر السوداني. فشكرا لبيت الشعر الخرطوم، وشكرا زكريا بشير الإعلامي والشاعر وعضو اللجنة الإدارية للملتقى، ودائما أبواب الصباح مفتوحة على كل مساحاتنا السودانية، ننقل نبض الحياة ونحتفي بهذا السودان الإرث والثقافة والإنسان. لكم التحايا مشاهدينا، ولك يا وطن لك البداية والنهاية والمقاصد والذرى، ولك البقاء ولك الطريق الرحب يمشي والبهاء يبقى هنالك في انتظارك قائما حتى اللقاء. إلى اللقاء.